اخيرا قال محمد الليزيرك منتصر الليزيرك جلس مع الامريكان وبعض قادة الكنائس وقالوا ان التصوف يمثل الدين الوسطي الحق، فنرجو التعليق. قبل شهرين اخي الحبيب علي الجفري كنت على يعني في وفد بين صوفية السودان منهم الخليفة الشيخ عبد الوهاب الكباشي ليس وذلك والشيخ الطيب الجد رئيس المجزع على التصوف من خلفاء السودان حيث نوب شخصا وآخرين، جلسنا مع الإدارة الأمريكية البيت الأبيض الصف الأول، الكونغرس الصف الأول، الأمن القومي الصف الأول، الخارجية الأمريكية الصف الأول، ومراكز بحثية وكنائس في ورشة عنوانها مرتكزات التطرف الفكرية، كيف تحارب، كيف يصنع التطرف مالا وفكرا، ووضعنا على مائدة النقاش ما نعرف وما تعرف من هو المتطرف. هذه الورشة خرجت بأن التصوف هو الإسلام المعتدل وينبغي التعاون ما بين الغرب، ينبغي التعاون ما بين الغرب على مظلة التعايش السلمي بين الأديان، على مظلة تبادل المصالح والمنافع حتى نحقق السلام. يا ناس الدين الوسطي بعرفوا ناس الكنائس، هنا الكنائس ذاتهم هم وسطيين. هم أسأل الكنيسة أقول لنا أنت بتعبد منه؟ يقول لك يسوع. يسوع يقول لك بيجي عند السحاب، دي عقيدة عندهم، بيجي عند السحاب وبقول للجماعة المحتفلين كلهم في الكريسماس ولا في غيره يقول لهم أنا غفرت لكم كلكم. ديل الناس اللي بيقرروا إنه التصوف دين وسطي، يا وسطية دي ذاتها أنت بتتكلم عنها. هل أمريكا تدين بدين وسطي عشان تقرر إنه التصوف هو دين وسط في الإسلام؟ ده كله يا إخواننا من الأدلة اللي بتشهد على إنه التصوف دين باطل، لأنه لما الكفار يرضوا بالدين بتاع الصوفية معناه دين ده مثل دين الكفار، لقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. انت شوف لو ما بقيت زيهم ما بيقبلوا منك، وده جاي فرحان جايبينه في مقطع بكورك، ونحن جلسنا مع الصف الاول في شنو؟ والصف الصف الاول بتاع شنو هذا؟ انت مسكين ولا شنو؟ ونحن بنعترف بدرس، انت تقول الصف الاول ولا الصف الاخير؟ ما كلهم واحد، مش نصراني بيعبد غير الله، كلهم واحد، صف اول ولا صف اخير. فهمت كلامي؟ وربنا سبحانه وتعالى قال كما في سوره المائده ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. كلهم ديل ذول يمشي يتعاون مع الكافر ويترك المسلم. انت بتتعاون مع الكافر عشان تحارب المسلم؟ قال دارين يحاربوا التطرف. التطرف يا تودا وين التطرف؟ قل لامريكا عرف التطرف. انت جلست مع الكنائس قل للكنيسه عرف التطرف. ما هو التطرف؟ عندهم التطرف هو الدين بتاع محمد عليه الصلاه والسلام، ده التطرف عندهم. انت تمشي تقعد هنا يقول لك والله احنا مجينا امريكا ودنا حرب التطرف. اسالهم قول لهم التطرف هو شنو؟ اسال الامريكان ديل اسالهم. التطرف هو دينك اللي انت بتدين به ودين محمد صلى الله عليه وسلم عندهم، ده التطرف. انت بتحارب دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحاربه كيف يا؟ عندهم كونك تقول دعاء غير الله شرك، ده التطرف. كونك تقول لا يجوز البناء على الاضرحه، ده التطرف. كونك تقول قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ده التطرف. اسال امريكا اقول له التطرف شنو ذاته؟ عشان ما يبقى الواحد مسكين ومغشوشين به، جماعه من الصوفيه ومن غيرهم مغشوشين، يقول لك لابد من محاربه التطرف. التطرف عندهم دي نصوص من القران والسنه. ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. انت بتبقى معاهم يا اخي، تقول انا داري حرب التطرف؟ ده كله عشان انت تفهم. انا دارك بس تفهم معلومه واحده، تفهم انه الانسان ما بيالف ولا بيميل لزول الا بيتفق معاه في العقيده، وفي النهايه الصوفي في اصل العقيده بتاعته بيتفق مع النصراني، بيتفقوا. الحوليات دي جايه من وين؟ جايه من النصارى.
فهمت؟ العقيدة بتاعتهم بتاعت الحلول والاتحاد، عقيدة ابن عربي والحلاج وابن سبعين وابن الفارض والبرعي شيخ الصوفية الليلة دي، العقيدة دي أصلا جاية من النصارى. عشان كده ما غريب اللي زيرك يمشي هناك ويتفق مع النصارى ضد المسلمين الموجودين، ويجي بعد ده كله يطلع في مقطع وفي رسالة طويلة مرسلة يسيل لحكومة البلد دي، قال دي بقت وهابية لأنها فتحت للوهابين يشتغلوا. كويس؟ خلي الحكومة بقت وهابية ولا ما وهابية، انت ابقى نجيب تعال البلد دي تاني، انت بتفتح لك نبذ للحكومة ابقى نجيب تعال. قال وانا قاعد في اريزونا، اريزونا ما تقعد في مبدة هنا، تعال انت نبذ الحكومة واقعد في مبدة هنا عشان يوروك النظام. كويس؟ على اي حال الزمن ما بيتسع لأسئلة تاني، نلتقي ان شاء الله الحلقة القادمة.